والزميل سالم بن علي الحبسي معلقا وواصفا لمجريات هذا الشوط، فليتفضل مشكورا ومن بعده زملائي وإخواني المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وسلام. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار، والتهنئة للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم الشاهينية في أول أشواط الإبكار لإذاع المحليات الأصايل. شوطنا الأول للمهجنات أيضا يعطى إشارة البدء قبل قليل، ومباشرة مع هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي والتدخل من الجانب الآخر. وصلت في هذه اللحظات أيضا الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية في هذه اللحظات لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف الهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. نقلتنا إلى المركز الرابع، اللي وصلت المركز الرابع في هذه اللحظات الذهيبة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير، بينما المركز الخامس التدخل من شعاري هجن الرئاسة مع مثير لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعري المري في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وسادس المراكز الشاهينية من هجن الرئاسة ليتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري. هملولة تدخلت من الجانب الآخر، وصل أيضا الشعار العيناوي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس النبي يقدم هذه الانطلاقة أبو ناصر مع الشعار العيناوي دائما من يتواجد هنا، بينما المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من شعيل سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم سيف خلفان الغويص وصل في هذه اللحظات ليقدم هذه الانطلاقه، بينما المركز التاسع الوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع مشاهدينا الاعزاء هنا القادمه ايضا من تاتي في هذه اللحظات والمتدخله على تاسع المراكز، هناك ابو صغان اكيد هناك تواجد عبد الله بن سالم المسافري من يقدم شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد ال مكتوم كابتن الطيارة يتواصل، ولكن هنا يصل في هذه اللحظات وصلت نشوة من هجن الرئاسة لأيضا يتواجد عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي مضمرا لهذا الاسم ومنطلقا مع هذا الاسم، بينما الدخول من الجانب الآخر وصلت في هذه اللحظات انطلقت في هذه اللحظات شديدة من هجن الرئاسة، يتواجد هناك مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يضمر شديدة والبارع مع نشوة العودة إلى صدارة، العودة إلى المركز الأول. الله 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 الله، الشاهينية من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري هو من يقدم هذا الأداء، هو من يقدم الشاهينية، تحركات هملولة على المركز الثاني من هجن الرئاسة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي وصل في هذه اللحظات، ولكن دخول الشاهينية من الجانب الآخر لسمو الشيخ الهيان وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف الهيان الصادق فضل الامين، الشاهينيه وصلت تدخلت الشاهينيه في هذه اللحظات لهجن الرئاسه، راشد بن محمد بسم المنصوري يضمر الشاهينيه بينما مثير لهجن الرئاسه، وصلت في هذه اللحظات صالح بن سعيد بالعري المري هملوله من الجانب الاخر، تدخلت من الجانب الاخر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال الهيان يتواجد هناك في عمليه التضمير والتدريب محفوظ بخميس نبي، وصلت هنا وصلت نشوة لهجن الرئاسة البارع وصل عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. الله 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 الله، من القادمة من المتواصلة ذهبة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن هنا القادمة في هذه اللحظات وصلت شديدة يقدمها المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الحمر الخطر الذي بدأ يسيطر على أيضا الخماسية الأولى هنا الألماسية، ما شاء الله 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 الله، المستحيل من وضع أيضا تريبل ناين في الشوط الأول ليأتي هنا مقدما الشاهينية الأخرى بهذا الأداء الرائع والجميل، ما شاء الله يا أبو ذياب على هذه النجومية الرائعة من خلال أيضا تقديم هذه النوعيات من مؤسسة هجن
الرياسة التي دائما تأتي بالذهب والفوز والانتصارات. الشاهينية أيضا من تحمل الرقم 4 والشاهينية من تحمل الرقم 3. هناك أيضا عملية التضمير مع راشد بن محمد باسم المنصوري. وصلت نشوة، وصلت نشوة هنا، وصل البارع. ومن الجانب الآخر هملولة والزعيم يقدمان هذا العرض الرائع والجميل. ما شاء الله، أعود إلى الكيلومتر الأخير. وصلنا لوحة الإعلان، وصلنا لوحة الإعلان الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله، الكيلومتر الأخير هنا. مع أيضا هناك شاهينية، تحركت الشاهينية، تحركت الشاهينية ون، والشاهينية تو هناك بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. من يقدم هذه الأسماء؟ وصلت هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتواجد أيضا محفوظ بخميس الينيبي. ولكن هنا، هنا الواصلة نشوة، وصلت نشوة لهجن الرئاسة أيضا عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يضمرها. ولكن العودة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة. ما شاء الله تبارك الله، الله 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 الله. انطلقت الشاهينية واندفعت هملولة، وتحركت الشاهينية من الجانب الدوني. الله 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 الله. الشاهينية والشاهينية وهملولة وهملولة من الجانب الآخر. يا سلام على هذا العرض الرائع والجميل. هملولة والشاهينية على مقدمة الشوط. الله الله الله. لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسهم المنصوري يذهب إلى المقدمة وإلى سكان المقدمة ليبحث عن النقطة الثانية. هنا أبو ذياب من أضاف 11 نقطة في مساء الأمس يقدم هذه العروض، يقدم هذا العرض الرائع والجميل. هناك الشاهينية على الصدارة على المركز الأول. تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة وإلى أيضا راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظات الوصول مرورا بمنطقة الثيل وإلى خط النهاية ليعانق هذا الشعار فرحا ومستبشرا بالفوز والانتصار. المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيئة. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرئاسة. والمركز الرابع وصلت نشوة من هجن الرئاسة. والمركز الخامس تصل في هذه اللحظات شديدة لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. والتهنية لأبو ذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري يفوز مع أول أشواط المحليات وأول أشواط المهجنات مع الشعار الأحمر بالفعل الذي يبشر بالخير والنواميس قادمة أيضا كما عودنا. هذا الشعار بالذهب والسيوف والأشدة والخناجر والرموز الكبيرة والكؤوس الغالية التي تذهب هنا إلى مؤسسة هجن الرئاسة. شعار الذهب بالفعل الهواري بالفعل كما عودنا دائما بالفوز والانتصارات. هجن الرئاسة اللون الأحمر بالفعل هو من يسيطر، هو من يتقدم، هو من يفوز أيضا من خلال تواجد الفطاحل الكبار المضمرين الذين انضموا إلى مؤسسة هجن الرئاسة بالخبرة الكبيرة والنجومية الرائعة. هنا التوقيت الزمني يأتي به الهواري مشاهدين الأعزاء لتحقق الشاهينية. 9:15 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهنية لأبو دياب. شكرا يا أبو محمد على هذا العرض الرائع والجميل. هذه هي الشاهينية. المركز الثاني وصلت هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. شكرا يا محفوظ بخميس الينيبي. 9:17 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز الشاهينية أيضا من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل.